مسح الشخص على الجورب ثم نزع الجورب هل تنتقض طهارته؟ إذا مسح الجورب ثم نزعه فإن طهارته لا تنتقض باقية حتى يحدث. فإذا طلب منا الدليل قلنا الدليل على من قال إنها تنتقض، لأن هذه طهارة ثبتت بالشرع فلا تنتقض إلا بدليل من الشرع، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن خلع الجورب إذا بعد مسحه ينقض الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يحدث ثم يتوضأ.